السلام عليكم اخوان كديرين، لاباس عليكم. اليوم نتكلم لكم على اللاعب المتالق يحيى عطية الله، حيث انا فريق الوداد الرياضي البيضاوي قصته مع اللاعب الدولي برحيله الى الدوري الروسي وبالضبط الى فريق اف سي سوتشي الذي ينشط في الدوري الروسي الممتاز مقابل 500 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اشترطه الوداد الرياضي للتخلي عن خدمات الظهير الايسر المتالق يحيى عطية الله، بعد أن نجحت إدارة الفريق الأحمر في تأدية مستحقات اللاعب العالقة بعد عودته من الكوت ديفوار، وسيكمل مع نادي الجديد إف سي سوتشي الروسي. ولهذا فإن الوداد استبق الأمر بإعادة الظهير الأيسر بدر قادرين لتعويض رحيل عطية الله، كما ثق في اللاعب الجزائري إلياس شتي الذي يشغل نفس المركز. We'll be right back.